سلام بنات، لاباس عليكم؟ كنتو مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير يا ربي. المهم حنا خرجنا في واحد الدويره خفيفه ان شاء الله. اليوم غادي نصاوب كسكسو الايطاليين ماشي المغاربه. غادي نصوبوا لواحد اربعه الناس ايطاليين. المهم غادي نمشيو دابا للسوق باش نتقداو غير اللي خاصنا. عندي كلشي في الدار، خاصني غير زعما عندي كلشي في الدار وخاصنا. عندي تقريبا نص ديال الخضره، خاصني النص الاخر ديال الكسكسو، حيت انا مولفه كنديرو نهار السبت اولا الحد فاش كيكون راجلي مخدامش. ولكن دابا ملي اليوم الاربعاء وهذا قال لي راجلي خاص. المهم هاد البلاصه البنات راه خاصه بالرياضه، شي نهار غادي نشارك معكم فيها هاد البلاصة وفيها حتى هاد البلاصة اللي بغيتو ديروا الرياضة. المهم مازال ما صراحة ما مول فزة ما نخرج نبدا نصور هكا، ناس التليفون ديالي ونبدا نصور. المهم كيف كيقولوا ما زعماش ما نصندلاش، خصني نصندل مع عباد الله نبدا نصور وما نتسوق حتى شي حد. الورا ديال ما تمشيو فين ان شاء الله قربنا السوق مع هاد الدوره. اون كيلو ناخذ مطيش صغيره البنات، ملي كنطحنها راه كتجي زوينه، كتجي في كسكسو زوينه جديده. هنا كاينه القرعه الخضراء وعندي في الدار، عندي هذيك الخضره اللي غامقه كيف كتشوفوا كاين واحد الفلفله حاره. ناخذ جوج طبيعي هلاك. المهم واخا ما ياكلوش ما ممكن ناكلها. كتشوفوا هنا ماذا تريد؟ اوكي 5 اورو البنات، ما يسمحوا لي. تشاو المهم تشاو. المهم بنات ردت لي الصرف ولي خيبه الظن، ماشي حسن الظن ولا ما نعرفش كيقولوا ليها. خسرات لي شكارتي او لا الساكادو ديالي، للاسف تقطع، حطيت فيه التقضيه كيف حطيته تقطع. بحال كتشوفوا هنايا الزيوف 10 اورو البنات، صراحه ما زوينينش بزاف ولكن كيكونوا حتى شويه كيكونوا زوينين. ما عرفت 10 اورو ويلي ولا عبد الله. كيف كتشوفوا مازال نهبطوا. شوفوا البنات الشرفيطات كيبيعوهم ايطاليين. المهم انا برك نصور لكم، واخا راه صراحه خصني نمشي. شوفوا البنات هادو تشينيز، كيف قلت لكم عندهم حوايج زوينين والله الا فنين، او بثمن بسيط. تشوفوا هادي، المهم شي حويجات زوينين بحال هنا كيبيعوا مدا غير 5 اورو 50 درهم. كيف كتشوفوا يعني البرد في الدار تلبسوهم في الدار، هادشي ماشي خساره تشريوهم تلبسوهم في الدار، بحال هادو انسان كيحتاجهم. كيف كتشوفوا هنا هادو كيحتاجوهم بزاف تحت البوديات، وهادو اكثريه الناس اللي كيديروا الزيف. المهم كتشريت ما عندهم انا هادشي، وهادشي سخان بالنسبه للدار. بونجورنو. المهم راه مساكن ظريفين، كيخليك تقلب على خاطر خاطرك. هادو كيديروا 15 اورو البنات، كيخليك تقلب على خاطر خاطرك و هني كيتصوبوا معاك في الثمن. شوف البنات واش تيوا بدات كطيح الشتا. كيف قلت لكم البنات دابا صافي خديت مشيت للكراي، خديت غير واحد المناضه صافي البنات دابا غادي نمشيو في حالنا
وغادي نوريكم واحد البلاصه. هادي فحال قايه اولا عين ديال الماء فابور، وماء معدني ماشي ماء عادي، ماء طبيعي زوين. وكيف قلت لكم دابا صافي ساليت الفلوق ديالي في السوق، وغادي نمشي باش نصور لكم ان شاء الله الكسكسو اللي غنشاركو معكم بيان سور. كنتمنى يكون السوق عجبكم. المهم راه فيه كلشي كاع اللي غادي تحتاج المراه للدار وبيت الناس كيف كتشوفوا هنا. المهم كنتمنى الفلوق يكون عجبكم. ما كنش مهم هو هذا سكوزا سكوزا زازا. مهم دابا الصوت مشى ليا عييت، وحتى من الصاك هادو ديالي كتشوفوه هنا تقطع مسكين تقطع ومشى فيها يعني من جهه وحده، وعذبني صراحه ندمت علاش هزيتو. كان عليه الزكادو الاخر شويه واقف عليه، هذا شويه ما صحيحش غير حطيت عليه مشى. المهم كنتمنى هذا الفلوغ يعجبكم البنات، وشكرا بعدا على البنات كاملين اللي داخلين عندي في لاشين ديالي، وان شاء الله مره اخرى غادي نشارك معكم بلايص اخرين. دابا كندوزو اليوم ولكن غادي نشارككم معكم في الفلوغ الجاي. كنقول لكم باي باي، بالسلامه بزاف، كنبغيكم. باي باي.